أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعم وهو معكم أينما كنتم هذا الإله الذي اتصف بهذه الصفات أيعقل أن العبد يتهرب منه؟ واسمع ماذا يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إن الله يغضب إذا لم يسأل الله أكبر إن الله يغضب إذا لم يسأل بمعنى يريدك تبارك وتعالى دائما أن تناديه يا الله يا رب. وهنا عندنا مصيبة كبرى دخلت علينا وعلى شبابنا خاصة كيف أنادي ربي تبارك وتعالى وأنا كل يوم في معصية كيف أخاطب الله تبارك وتعالى وصل اليأس إلى قلوب ولكن هذا ليس طريق نبينا عليه الصلاة والسلام في عندك معاصي أكثر من هيك؟ ما قال ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا فإله مع الله أحد أحد فرد صمد لا والد ولا ولد قال أتؤمن بهذا؟ قال نعم قال اسمع ماذا يقول لك ربك تبارك وتعالى عبدي لو بلغ ذنوبك عنان السماء والأرض ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي هذا هو الله.